هنا راه فيه هي الفيلات، فيلات فاخره. دابا البلاصه اللي كانت تواجد فيها الخوت هنا عامر بالاقامات، وهادو اقامات عائليه، وبزاف ديال الناس في الفيديو الاخير اللي درت على الاقامات ديال الحي محمدي شحال من واحد سولني على الكراء مع قرب رمضان العصارات ديال العصير. واش كتسكر حتى؟ كنسكر ب 1300 درهم. 1300 درهم هادي بروميير كاليتي اللي كديروا فيها. السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله الخوت تكونوا كاملين بخير ومرحبا بكم في فيديو جديد. بزاف منكم طلب مني باش انني نجي ندير واحد الفيديو على حي الهوده. انا جيت الخوت طلبا ليكم باش اننا نديروا واحد الجوله استكشافيه لحي الهوده في 2024. بان لي الخوت بزاف ديال الحوايج كيتقادو هنايا. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نبارطاجي معكم الحوايج اللي كاينين في حي الهوده ان شاء الله. انا كنتواجد في الشارع الرئيسي ديال حي الهوده في حدا المحطه ديال الترامباس. بالنسبه للمحطه ديال الترامباس ديال حي الهوده هي هذه. بالنسبه لمتى غادي تكون الانطلاقه ديال الترامباس ما عنديش الخوت المعلومات. غنديروا واحد البلان حنا قبل ما ننزلوا مع هذا الشارع، نمشيو مع النيشان، غادي ندخلوا لهاد الدريبه باش نوريكم اشنو كاين هنايا. لحقاش بزاف ديال الناس طلبوا مني باش انا ندير لكم فيديو على الهوده، وباغي نوريكم كاع الحوايج اللي كاينين هنايا. دابا كيف حال الدخله هذا الخوت راه فيه الفيلات، هنا راه فيه هي الفيلات، فيلات فاخره. والهوده الخوت فيه البلايص ديال الفيلات كيف حال دابا هاد البلاصه اللي كنصور لكم كاملهم غير فيلات. حيت انا باغي نمشي لكم النيشان تما، ساعه ما كاين تما والو، كاين تما هي الفيلات، ما كايناش شي حاجه اللي مهمه نصورها لكم. وحتى هاد الجهه هذا الخوت الا قطعنا الشانطي حتى تما راه فيه الفيلات. هاد الجهه حتى هي اللي قلت لكم حتى هي راه فيها الفيلات. حنا غادي ندورو غنزلو النيشان باش اننا شنو نكتشفوا اشنو كاين في هاد التحت. الحاجه اللي بانت لي هنايا هما انهم دايرين هاد الباساج في الوسط صابغينو بالكحل، كي بحال داك اللي كاين في الشارع ديال حدا الولايه، كان مصبوغ بالزرق دابا صبغوه بالكحل، وكيعطي واحد الديكور واحد الجماليه زوينه. انا راه كنتمشى دابا في البلاصه ديال الترامباس، هنا الخوت فين غادي يدوز الترامباس في حي الهوده. هذا راه الشارع الكبير الخوت، الفيلات هنايا وهنا عتاني الفيلات. واحد السيد البارح كومونتي عليه قال لي واش غادي دار ترامباس في الحي محمدي. الصراحه ما عنديش معلومات، يقدر من هنا اللي قدام يقدروا يديروه، اما حاليا ما كاين حتى شي حاجه. دايرين لهم هنايا ملاعب القرب فين يبقاو يلعبوا كره. هنا كاين ثلاثه ديال التيرانات، الاولاني الثاني والثالث. تما كاينين الفيلات وحدهم اقامات ديال الهوده لي ريزيدونس. نمشيو دابا حنايا نضربو واحد الجوله هنايا. عرفت الخوت بانت لي واحد الحاجه لي هي واحد القبة، وضرني راسي خصني نمشي نشوف اشنو داكشي. هذا اللي كيتبنى هنايا هذا المجلس العلمي المحلي لأكادير، وفيه المركب الثقافي المغربي للدراسات القرآنية. هذا مشروع زوين ذات منفعة، ان شاء الله راه غادي يكون بحال هكا، المركب الثقافي المغربي للدراسات القرآنية. دابا البلاصة اللي كانت تواجد فيها الخوت هنا عامر بالإقامات، وهادو إقامات عائلية، وبزاف ديال الناس في الفيديو الأخير اللي درت على الإقامات ديال الحي محمدي شحال من واحد سولني على الكراء. ربما على الكراء الخوت واصل ديك ما بين 200 حتى 300 درهم الليلة. لحقاش الخوت هنايا بارطمات كبار، وكذلك حي اللي هو زوين ونقي وكالم. انا كما قلت لكم الخوت انا راه اي حاجه كاينه هنا نبارطاجها معكم. هنا كاع كاين عاوتاني هنا الديور، لحقاش كما قلت لكم في الاول الهوده فيه الفيلات، فيه فيلات والاقامات والديور. واش باقي عاقلين على هاد الساحه اللي كاينه هنايا في الوسط ديال الهوده حدا الجامع، حدا الجامع ديال الهوده، حدا هاد الجامع اشنو كان هنايا؟ كانت هنا واحد الديرة كبيرة فيها التفنة، وكان هنا واحد التيران. دابا هاد التيران الخوت راه تحيد، ودارت هنا واحد الجردة كبيرة ولات زوينة الصراحة. هنا التغييرة الخوت 360 درجة، هاد
هاد الساحة هادي عجبتني بزاف، هي الحاجة اللي مات لي انا ناقصة كون داروا هنا ملاعب القرب. ما عرفتش واش غتكونوا متفقين معايا ولا لا، ولكن ملاعب القرب راه كاينين في الفوق. هنا الخوت داروا الاضواء بزاف ديال البوطوات ديال الضو الشجاري، الحاجة اللي ما كاينهاش هنا هو النخل. وحتى واحد البلاصة فين يلعبوا الدراري الصغار تما دايرين الزعلولات، تما خاص يلعب الدراري الصغار. وحتى من ناحية ديال الساحة تحياتي لعمال النظافة اللي كيقوموا بالواجب ديالهم وكينقيو لينا الخوت. هاد الساحة هادي الساحة زوينة. وحتى من ناحية ديال المصلى راه خوت راه هنا راه كاينة باقي هنا كتصلى، دوك صلاة العيد راه كتصلى هنايا من ديك ديال الصلاة تا هي. كنا ديك الساعة في الفيلات من بعد البارطمات، دابا الخوت هنا كاينين الديور، الديور ديال الهودة. بالنسبة للخوت الهودة راه كبيرة بزاف، أنا راه مكانش كيتصحاب لي الهودة راه كبيرة. لحقاش الخوت آخر مرة جيت هنا فاش كان هنايا توفنا وهاد بعض الإقامات الخضر كاع ما كانوا. هادشي زوين. حدا الجامع اللي كاين حدا الساحة ديال الهودة راه كاينة مصحة ديال الهودة. لحقاش الخوت كاينين الناس اللي تيبغيو أنهم يجيو للمصحة اللي كاينين في أكادير ولكن ما كيعرفوش فين كيتواجدوا. هادي راه كاينة حدا الكوميسارية وحدا الجامع ديال الهودة. وبالنسبة للناس اللي غادي يجيو لهنايا راه كاينين فين يريحوا، كاينين كراسة وكاينة الجردة إلا كانوا عندكم الدراري الصغار، كاينة الجردة صغيرة هنا كيلعبوا فيها الدراري تما. انا راه ما غاديش نمشي نصورها لكم لحقاش عامره. والحاجه اللي زوينه وعجبتني بزاف هما هاد حاطين هادو باش انك ما تطيش على الكازون. هادي فكروا فيها مزيان لحقاش كاينين الناس اللي ما كيبيوش انهم يجيبوا الدوره باش انهم يجيو يريحوا هنايا. داكشي علاش داروا هاد البارتيات هادو نديزو فيهم باش نريحوا فهاد الكراسه هادو. والحاجه عاوتاني اللي خايبه هما علاش كيكتبوا هنايا، علاش كل واحد كيجي يدير كيكتب السميه ديالو هنايا، علاش لماذا مريح هنايا بيت كاع باقي انضماري. لحقاش الخوت هاد الساحه هادي عجباتني، جات في واحد البلاصه اللي زوينه الوسط ديال الهوده موقع الاستراتيجي اوف الشارع عاوتاني الكبير اللي كيدي للتسهيل. غنوريكم دابا هنا عاوتاني الشارع الكبير، هاد الشارع هادي اللي كنتو غاديين هكا تمشيو عاوتاني للهوده الدور ديال الهوده وكذلك السلام. ويلا مشيتو النيشان هكا غتمشيو لتسيلة، تسيلة الخضرة قريبة والهودة الخضرة محسوبة على أكادير، محسوبة على العملية ديال أكادير إيدا وتنان. أما بالنسبة لتسيلة لا، تسيلة محسوبة على إنزكان وإنزكان محسوبة على العملية ديال إنزكان أيت ملول والماتريكول ديالهم 34 أكادير 33. ما عرفتش واش غادي تكونوا متفقين معايا ولا لا، هنا كانوا من الأحسن أنهم يديروا نافورة. واش النافورة غادي تجي هنا أحسن ولا لا؟ باغي نشوف الآراء ديالكم. الشارع الكبير ديال الهودة هنا عاوتاني مقسم ما بين البارطمات أو الديور. هنا الخوت راه كاينين سوبر مارشيات، قهاوي، بنكات، كاع الحوايج اللي بغيتهم راه كاينين هنايا. وهاد الطريقة ديال الخوت راه كدي للسلام وكتخرج في جهة السكن. وهنايا التسيلة مع قرب رمضان العصارات ديال العصير. انت قالت العصير انت تيغطي ديال واو مش كتسكر حتى سكاسه برومو 1300 درهم. هادي بروميير كاليتي اللي كديرو فيها مع العصير وحده يديرها كلشي اي حاجه كطحنوا اي حاجه. انا راه كندير ليها الخوت اشهر فابور ولكن هي دير ليها بروموسيون. انت قالت هنا زيد ارغان اي سخر ربي الله يحفظك. انجاز المسبح النصف الاولمبي الهودة. من بين الحوايج اللي غادي يداروا في الهودة وغادي يعطيو واحد الاضافة كبيرة لهاد الحي هذا هما غيداروا مسبح النصف الاولمبي هذا اللي ورايا وغادي ترقع مقطات كبيرة حدا هنيت. انا نوريكم حدا الفيلات ديال الهودة، البلاصة الاولانية اللي بديت فيها الفيديو حدا ملعب القرب انفاس معاهم كاين مسبح النصف الاولمبي. بالنسبة للمحيط الخارجي ديال المسبح راه مقاد، دايرين كراسة فين يريحوا الناس، مساحات خضراء، الإضاءة، بلاصة الصراحة اللي زوينة. وبالنسبة للمسبح امتى غادي يتحل ما عنديش الصراحة معلومات. وانفاص مع الخوت هذاك هذيك هي قاعة المغطاط ديال الهودة، قاعة المغطاط المسبح النصف أولمبي. هنا دايرين هاد الخشب
وتحتهم كاينين كراسات يقدروا انهم يزيدوا شي حاجه باش يتغطى على حساب الشمس. والله اعلم. بالنسبه للناس اللي شحال هادي سولوني على المسبح النصف اولمبي في العوده، انا فين كاين هذا الخطره؟ مسبح النصف اولمبي بحالو بحال ديال الحي محمدي، والمسبح الاولمبي غيدار في صنابة وحده التيران ديال ادرير. والحاجه اللي خصنا ديما نحافظوا عليها، نحافظوا على النظافه ديال البلايص اللي كنمشيو ليهم، وما نرميوش الازبال، وكذلك ما نوطاوش على هذا الغاز ولا المساحات الخضراء، ما نوطاوش عليهم وما نلعبوش فيهم. الخشبة تصوروا دابا هنايا، حنا راه دابا في الازمه ديال الماء والجفاف وقله التساقطات، وكتجي دابا كتلقاه خضر وكيجي واحد كينعس فيه ولا كيوطى عليه، راه هنا راه كيخسر. كاين في الحدود ما بين الهدى والدخله، هنا الخوت الهدى، هنا كاين فيه الفيلات، وهنايا الدخله، هنا فيه لافاك الجامعات، لافاك ديال الدروا ديال السيونس ليكونومي. بالنسبه للخوت الطريقه دايره ديال الترامباس، وحتى هنايا الخوت مع هنايا تقريبا هادي شي عامين ولا 3 سنين ما وصلت ليش، كانوا ديك الساعات كيقادو هنايا. دابا الخوت راه سالاو، داروا حتى هما داروا هاد الصيصه هادي، داروا هاد الباستاج صبغوه بهاد القهوي. وهنا كاين الخوت مساحات خضراء، غازون، النخل، كيعطي واحد الديكور، واحد الجماليه زوين لهاد الشارع هذا. بالنسبه لهنا الخوت الا كنتو غاديين لتيليله ولا ادرير، هنا الخوت الداخله، هنا فين كاينين لافاكات. واحد الحاجه راه غير هاد البلاصه هادي اللي سالوا، هاد الشارع هذا هنايا هو اللي سالوا، اما هنايا باقي خدامين فيه. انا باخد باقي كاين الاشغال هنايا، وهنا راه غادي يدوز فيه داك الترامباس، هذا الطريق ديال الترامباس. هنا الخوت كما قلت لكم راه هادو الفيلات ديال الهدى، و الا قطعنا الشانطي غنخرجوا في الداخله. الحاجه اللي خصها تزاد هنايا هما يديروا بحال دوك اللعيبات اللي داروا في ديك الساحه ديال الهدى، كانوا داروا هاد دوك البارطاج باش حتى الناس الا بغاو يقطعوا الشانطي يدوزوا من تما ويقطعوا. لحقاش هنا الناس الخوت راه ماي، كاين بعض الناس الله يهديهم كيبشروا على الغازون. وهنا الخوت راه كيكفوا الطوبيسات اللي كيمشيو لتيليله ادرار تيكيوين. الشوارع في اكادير راه صرعوه والله العظيم، راه الخوت راه كاين واحد التغيير كبير على كيفاش كانت اكادير وكيفاش ولات. عرفتوا الخوت شحال من حاجات تبدلت عليه هنا في الداخله وفي الهدى؟ بزاف ديال الحوايج، من بينهم هاد الساحه هادي راه ما كانتش، كان هنا التوفنه، كانوا كيلعبوا الدري هنا كره. دابا الخوت راه تكدات، داروا هنا التصيصه وداروا هنا الورد، هادشي مزيان. دابا خصهم باقا يديروا كراسه فين يريحوا الطلبه ولا يريحوا الناس اللي بغاو انهم يجيو لهنايا، تخرج من لافاك وتبريباري هنايا. لاخاطر الخوت فاش تتكون الطبيعه كيكون عندي ديك الرغبه في الدراسه. دير الخوت اللي كانت هنايا بالنسبه للناس اللي كانوا كيقراو في لافاك ديال السيونس، ولا كانوا كيمشيو ديال ليكونومي والدروا، عقلتوا على هاد الساحه. هنا الخوت راه كانت تفنه، دابا ما بقاتش تصيصه. كانوا الدراري ديال الطلبه اللي كانوا تيكريو في الداخله كانوا كيلعبوا هنا كره، كانت شويه ديال التفنه هنا كيلعبوا فيها كره. دابا الخوت هنا قادو تصيصه. الحاجه اللي خاص باقا الخوت خاص كراسه فين يريحوا الناس. هادشي الخوت راه كنقول لكم اخر مره انا جيت لهنايا تقريبا شي 3 سنين هادي ولا عامين، جينا الخوت لقيت هنا تبدلت.